بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات من قيادة المنطقة العسكرية الأولى والثانية بحضرموت واللواء 135 مشاة واللواء 37 مدرع وسط غطاء جوي لطيران التحالف العربي لتطهير وادي سر المنطلق الرئيسي لعناصر القاعدة، استطاعت القيادات العسكرية من بسط سيطرتها على معظم مناطق حضرموت ومعها عادة الحياة العامة إلى طبيعتها. أنا أطمنكم أنه الآن بالنسبة لوادي حضرموت كل مناطق وادي حضرموت تحت سيطرة الدولة، تحت سيطرة المنطقة، وآخر منطقة هي منطقة أمس اللي هي وادي سوداء آخر شيء. الحمد لله أصبحت كل الجبل في وادي حضرموت تحت سيطرة الدولة وقيادة المنطقة العسكرية والأمن في الوادي والصحراء. وعاد الأمن إلى معظم مناطق حضرموت بعد الانتصارات المجيدة التي أعادت لحضرموت مكانتها كبلدا عرف بالأمن والسلام، وسرعان ما عادت الحياة العامة إلى مدن حضرموت. وقد سعت السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بمحافظها اللواء أحمد بن بريك إلى تطبيع الحياة بجميع مدن حضرموت ومزاولة الأعمال وتفعيل المكاتب الخدمية لتعود حضرموت إلى سابق عهدها مدينة السلام. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.